الى الموطأ، والموطأ عندنا العمر في شهر، في شهر الحج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. وما زلنا مع موطأ الإمام مالك رحمه الله قال، وما زلنا مع كتاب الحج، قال: باب العمرة في أشهر الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك رحم الله الجميع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه ورحم الله الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا: إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله الجميع أن يعتمر في شوال، فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. هنا في هذا باب العمرة حقيقة الأمر كل العام محل للعمرة، كل العام، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أما العمرة كما قلنا طول العام، وهذا باتفاق الفقهاء بأنها جائزة طول العام. مالك بلغ عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية، هذه واحدة منهم، عام الحديبية عندما صدوه، ذهب يعتمر أحرم وسلم فصدوه عن البيت فحلق ونحر هديه بعد صلح الحديبية. وعام القضية هو العام الذي بعده، بعد الحديبية جاءت عمرة القضية. لا تسمى عمرة القضية على أنها واجبة القضاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حصروه فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، أحصر فتحلل بالحلق والنحر، وليس عليه قضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام. طب هنا لما سميت عام القضية؟ قلنا سمت عمرة القضية أو عام القضية لأنها جاءت في العام الذي يلي، في العام الذي يلي. ولذلك كل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكونوا كل الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. وقيل سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثا، إلا أنها وقعت قضاء عن العمر التي صد عنها، إذ لو كانت كذلك لكانت عمرة واحدة. وهذا مذهب المالكية والشافعية والجمهور، أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت. الحنفية قالوا قضاء عنها، وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه. الحقيقة الحنفية خالفوا الجمهور وقالوا يجب، إذا أحصر يجب على القضاء، والصحيح أنه لا يجب على القضاء لأنه أدم عليه، أحصر فنحر الهدي وحلق الشعر ويكون بذلك قد تحلل. يبقى الحديبية وعمرة القضية والجعرانة، عام الجعرانة أو الجعرانة يعني أيضا كانت عمرة عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العمر الثلاثة: عام الحديبية ثم القضية ثم الجعرانة. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، هذا مرسل، عروة بن زبي، وصل أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن وسعيد بن منصور بإسناد قوي من طريق الداروردي كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا. لا يخالف هذا الحصر ما في الصحيحين عنه عنها في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتمر أربعا، وفيهما عن أنس اعتمر أربعا عمرة الحديبية، وهذه لم تتم، كان حصر فيها حيث ردوا، ومن العام القابل وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت ما حج، حسبوا العمرة التي أحصر فيها على أنها كتبت، وإنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ولأحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها رضي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، لأنها لم تعد التي في حجته، لأنها لم تكن في ذي القعدة بل في ذي الحجة، العمر الثلاثة في ذي القعدة، العمرة الرابعة كانت متمتعا بها مقارنا بها مع الحج. قول ابن عمر احداهن في شوال استدركته عائشة عليه وقالت: تحدثوني عن صادق لكن الحفظ خوال، لكن الحفظ خوال. فقولها احداهن في شوال هذا مغاير لقولها ولقول أنس في ذي القعدة، وجمع الحافظ بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويعيد ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. والعبد الرزاق عن الزهري اعتمر النبي ثلاث عمر في ذي القعدة، وهذه عمرة الجعرانة، واثنين في
زي القاعدة، عمرة الحديبية وعمرة القضية. الحقيقة أنه يعني كان في العمر كلها كانت في ذي القعدة، إلا عمرته المقارنة للحج، كانت ذي الحج. حج البراء أنه لم يعد العمرة التي كانت في حجته مقارنة بها الحج. البراء أيضا لم يعد العمرة التي كانت في الجعرانة، لأنها يعني خفيت على كثير منهم. أفي صحيح عن ابن عمر اعتمر 4 عمر عمرات إحداهن في رجب، وهذا وهم من ابن عمر. استدركته عائشة قال اعتمر السنة 4 عمرات؟ نعم 4 عمرات اعتمر. قال إحداهن في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر إلا هو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. زاد مسلم ابن عمر يسمع فما قال لها ولا نعم ولا سكت، فسكون دل أنه كان قد اشتبه عليه أو نسي، فلما ردت عليه رجع إلى الصواب. وهنا عائشة تنفي وابن عمر يثبت، والقاعدة أن المسجد قدم على النفي، وهنا تقديم عائشة عليه الحقيقة، لأن معها زيادة علم، وليس الأمر هنا على النفي الذي لا زيادة علم فيه. هي قالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، ومن قال بذلك يعني تخيل أن قريش كانوا لا يعتمرون إلا في رجب. والحقيقة أنا أقول هذا لا يستدل به، لأن النبي كان يخالفهم في كل شيء. وهنا روى الدرقني بسند الحسن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت. فقال في الهدي أنه غلط، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. قال حافظ يمكن أن قولها في رمضان متعلق بقوله خرجت ورمضان سفر مكة. والحقيقة هذا الحديث لم يصح بحال، هذا حديث يعني صمت وأفطر أتممت وقصر، هذا حديث ضعيف جدا لم يصح. وعن مالك عن عبد الرحمن بن حرمان الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر، قال أعتمر قبل أن أحج؟ قال سعيد نعم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج 3 عمر. وهذا حديث يتصل من وجود صح، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء. وفي الصحيح أن عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، قال لا بأس، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. ولأحمد بن خزيمة قال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج. وروى أحمد عن عكرمة ابن خالد المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت ابن عمر فقلت إن لن نحج، فقط أفنعتمر من المدينة؟ قال نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ قد اعتمر عمره كلها قبل حجته. قال فاعتمرنا. قال ابن بطال هذا يرى أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، ويتفرع عليه هل الحج على الفور أم على التراخي. والصحيح أن الحج الفور على الفوري، وأن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحج كان للوفود وأيضا للنسيئة. وطبعا الملكية والشافعية يرون أنه على التراخي، والصحيح أنه على الفور. الصحيح أنه على الفور، لأنه إذا نظرنا إلى فرضية الحج فرض سنة 9 والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخره إلا عاما، فحج سنة 10 من أجل وجود الوفود وأيضا النسيئة الذي كانوا يفعلونه. إنما النسيء زاد في الكفر. وعن مالك عن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن أبي سلمة، وطبعا كان من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان استدار كهيئته، نعم، يوم أن خلق الله سموات الأرض منها 12 شهر منها 4 حرم، 3 سبت و1 فرد. مالك عن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر، ثم قفل رجع إلى أهله ولم يحج تلك السنة. في هذا ما سبق دليل على جواز العمرة في أشهر الحج. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عن الجميع قد قال كانوا أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي أمر بمخالفة أهل الكتاب وأيضا المشركين، وهذا من مبتدعات أهل الجاهلية الباطلة لا أصل لها. وعند ابن حبان ابن عباس قال والله ما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر المشركين، فإن هذا الحي قش من دان دينهم كانوا يقولون فذكره. لأنه قالوا أن العمرة في أشهر الحج
من أفجر الفجور، وصحيح أنها من أفضل الطاعات، وأن العمرة في كل العام لا سيما في أشهر الحج. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.